وكذلك متابعة لهذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. الدكتور عمر، أهلا وسهلا بك. بداية، اطلعتم على كلمة معالي وزير الداخلية التي ألقاها اليوم حول موضوع التدخلات الإيرانية المتكررة والمكشوفة، ما هي قراءتكم لمضامين هذه الكلمة؟ يعني حقيقة يعني موقف معالي وزير الداخلية باستمرار يتبع الشفافية ويحاول حقيقة أن تكون في حركة مجتمعية للعمل أو للأمن أو للوضع حقيقة في البحرين بما في ذلك حتى دول الخليج. يعني أنا حقيقة ما تطرق له سواء كان في التدخلات الإيرانية والتي تكلم عنها بالتفصيل وفي نفس الوقت في الخطط الاستراتيجية التي ستتبعها البحرين في المرحلة القادمة وفي نفس الوقت أن يكون في هناك استراتيجية أمنية استباقية لأي شيء حقيقة يهدد البحرين أو يهدد حتى منطقة الخليج، وكما قال يعني أنه لن تكون البحرين حقيقة بوابة للدخول إلى المملكة العربية السعودية، وأنا من رأيي البحرين هي مفتاح أمن الخليج. ومن هنا أقول هناك حقيقة هم بحريني حقيقة يعني شديد في هذه التدخلات والتي وقفت يعني أمامها البحرين صامدة بقواتها وفي نفس الوقت بأجهزتها وفي نفس الوقت بقيادتها، واستطاعت أن تجابه هذا الموضوع. لكن هناك يعني واجب وطني وواجب حقيقة خليجي على باقي دول المجلس أن تنتبه لهذا لهذه التدخلات التي اجتازت حقيقة البحرين كما رأينا في السعودية وكما رأينا حقيقة في الكويت، وهذه التصريحات التي تصدر بين فترة وأخرى من العراق ومن إيران ومن مناطق أخرى. ولهذا السبب يعني خطاب ولقاء المعالي الوزير في كافة أطياف المجتمع البحريني اليوم وضع النقاط على الحروف ووجه رسالة ليس فقط إلى الشعب البحريني ولكن إلى الشعب الخليجي أن يقفوا موقف واحد تجاه هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها إيران ليس فقط على البحرين ولكن على دول الخليج المنطقة. ككل. نعم، والدول العربية بشكل عام. دكتور، بماذا نبدأ كدول مستهدفة سواء البحرين، دول الخليج، الدول العربية بشكل عام، بماذا يجب أن نبدأ لوقف هذه الأطماع الفارسية التي تتستر وراء سوى غطاء مذهبي، وكذلك تستغل كما ذكر معالي وزير الداخلية أبواب التعاون التي فتحتها لها دول الخليج وغيرها، بماذا نبدأ لوقف هذه الأطماع؟ من وجهة نظري يجب أن يكون في هناك على المستوى العربي هناك خلافات كما نرى، ولا أعتقد أنه في هناك يعني قرار عربي قد يصدر فيما يتعلق بهذا الخصوص، إنما في هناك شبه إجماع خليجي على شجب المواقف الإيرانية. ومن هنا يكون دور مجلس التعاون في حشد الطاقات سواء كان هذا الطاقات الرسمية أو الطاقات الشعبية أو الطاقات الأكاديمية. يعني صحيح يجب أن يكون في هناك لقاءات يعني على المستوى الأكاديمي لبحث هذه الأزمة التي حقيقة تتفاقم أكثر وأكثر فيما بين إيران وفيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، لوضع السيناريوهات المحتملة ودور كل قطاع سواء كان القطاع الإعلامي سواء كان القطاع التعليمي سواء كان القطاع الديني. يجب أن يكون في هناك دور أكبر ونشاط أكثر من قبل مجلس التعاون الخليجي، وأنا أضع حقيقة هذا الموضوع الآن هذا التحرك، وخاصة إحنا مقبلين إما على قمة تشاورية أو قمة يعني خليجية سواء كانت في شهر 5 أو سواء كانت في شهر 12. يجب أن يكون في هناك خطة موضوعة من يعني أكاديميين خبراء أمنيين خبراء اقتصاديين سياسيين ليضعوها أمام القادة في المؤتمر القمة القادم سواء كان في شهر 5 أو سواء كان في شهر ديسمبر. نعم، من لندن الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم.